كابتن شوبير الإعلامي أثر شوية على أفق جوه النادي الأهلي من أخبار يطلع والأخبار في النادي الأهلي، بيتكلم مثلا على لعيبة إنه ماشي لعيب جاي، ده كان اللعيبة ممكن تزعل من مصطفى. أقول لك أنا على حاجة، من قبل ما مصطفى يتولد أصلا وكابتن شوبير بيجيب معلومات من جوه النادي الأهلي نفسه بالتشكيلات بالأخبار وبكل حاجة، فمعلش يعني مصطفى بالنسبة للكابتن يعني معلش ولا حاجة بالنسبة للمصادر بتاعت الكابتن شوبير، فهو يعني كل مصادر الكابتن شوبير وأخباره والكلام ده كله. أنا بسألك السؤال ده لأن أنا عارف إن أنت ومصطفى أنتوا إخواته قريبين جدا من بعض، فما بيبقى في حاجة بيجي يحكيها لك أنت على طول. أيوه بس أنا طبعا يعني أصلا مفيش كابتن مش طرف أصلا في مواضيع الأهلي دي خالص ولا أي حاجة، حتى أنا برضو مصطفى يعني ما بعرفش منه برضو حاجات الفرقة طبعا. هو قال لي في مره كابتن شوبير مستنيني انا عشان اقول له خبر ولا اقول له تشكيله ولا اقول له انا أي اصلا حاجة. حتى مصطفى ما ينفعش اصلا يقول حاجه زي كده، ولا ينفع اساله اصلا في حاجه زي كده تخص النادي او كده، وهو فاصل نفسه خالص. هو فاصل نفسه خالص، وبقول لك يعني حتى مصطفى وهو مش موجود، حتى مصطفى لما جات له الغضروف دي برضو الاخبار برضو هو بيجيبها، الكابتن منتخب مصر بيجيب القايمه بيعلن عنها، فاهم؟ فمصطفى مش بالنسبه له مش طرف. مش طرف خالص طبعا مش طرف.